مدرب فرنسي في إفريقيا، عادي جدا، مفيش جديد. مئات المدربين الفرنسيين تعاقبوا على إفريقيا، ولكن قليل منهم اللي بيقدر يسيب بصمة حقيقية. وحكايتنا هنا عن مدرب لسه هنشوفه لأول مرة في أمم إفريقيا، ولأول مرة كمدرب منتخب. بس الراجل ده كل ما بيحط رجله بيجيب دوري وكاس. ديدييه جوميز، مدرب منتخب موريتانيا. جوميز قدر يفوز بالدوري في 4 دول أفريقية مختلفة، هم رواندا والكاميرون وغينيا وتنزانيا. أول تجربه في إفريقيا سنة 2012 كانت في رواندا مع نادي رايون سبورت. استلم الفريق وهو في منطقة الهبوط، وغريمه الجيش الوطني الرواندي فارق عنه ب10 نقط، وقدر يعمل موسم هيخلد في تاريخ الكرة الرواندية بعد ما رجع من الفرق ده وخد الدوري. من أول موسم مع القطن الكاميروني كسب الدوري والكاس ووصل لنص نهائي الكونفدرالية، إلا إنه احتك هنا بالكرة المصرية لأول مرة، ونهاية الرحلة جت على إيد الأهلي بطل 2014. جوميز بدأ الموسم الثاني مخصوم منه 6 نقط بسبب عقوبة على القطن، وبرضه خد الدوري. محطاته الأقل كانت في الجزائر مع شباب قسنطينة اللي كان أول فريق أفريقي يقيله، وبعدها شباب سكيجدا والبن الإثيوبي. لكن قناص الدوريات الإفريقية ما وقفش هنا، رجع مع حورية كوناكري الغيني وخد الدوري والكاس في 2019. وأخيراً الطيارة وصلت الإسماعيلية. في يناير 2020 مضى جوميز مع الإسماعيلي وقدر يوصل نص نهائي البطولة العربية، وبالفعل كسب ذهابه، لكنه خرج من كاس مصر قدام بيراميدز وبدأت النتائج تسوء. ملحقش يواجه الأهلي في الدوري، لكنه واجه الزمالك وخسر، وهم 2 شهر وتوقفت الحياة تماماً في الإسماعيلية، زيها زي أي مكان في العالم بسبب فيروس كورونا. أثناء توقف النشاط الكروي جوميز ما كانش عنده مشكلة في قرار الإسماعيلي بخفض مرتبه، رغم أن الإدارة ما خدتش رأيه حتى قبل اتخاذ القرار، وكان مركز على أنه يكمل شغله لما ترجع الكورة، وبيحلم يفوز الإسماعيلي بالبطولة العربية. ده للأسف ما حصلش، لا في وجوده ولا بعد رحيله. البطولة كملت بعدها بسنة وخسر الإسماعيلي، وهو نفسه ما قعدش أكتر من 2 ماتشات. تعادلين بمجرد رجوع النشاط الكروي كانوا كفيلين بإقالته في أغسطس 2020، بعد ما وصل بيهم ل6 ماتشات على التوالي بدون فوز. جوميز كان مؤيد لإلغاء الدوري في الموسم ده، بس ما استخدمش أي حجج بعد إقالته. قال إنه كان على علم تام بوضع الإسماعيلي من زميله الفرنسي سيباستيان دوسابغ اللي مسك الدراويش قبله، وإن الفريق غير مستقر لأنه بيبيع نجومه باستمرار. ونصح الإسماعيلي نصيحة ذهبية قبل ما يمشي، إنه ما يفرطش في باهر المحمدي. ورغم إن الإسماعيلي باع لعيبة كتير من وقتها، إلا إنه سمع النصيحة دي بالتحديد وجدد عقد باهر ل2026. بسرعة بيرجع جامز في نوفمبر مع المريخ السوداني، وبيقوده لمجموعات دوري أبطال إفريقيا على حساب أنيمبا. وبعد ما القرعة وقعته مع الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، جوميز بياخد خطوة مفاجأة وبيستقيل من المريخ عشان يمسك سيمبا اللي معاه في المجموعة قبل بداية الدور، وبيقابل فريقه السابق وبيتفوق عليه. ولكن المفاجأة الأكبر كانت فوزه على الأهلي وصدارته للمجموعة على حسابه. وقتها كان شايف إن الالتزام الدفاعي وجماعية الأداء الهجومي قدام عمالقة إفريقيا زي الأهلي هو السر اللي ممكن يخلي سيمبا واحد من كبار القارة. أداء ونتيجة رشحت سيمبا إنه يروح بعيد في البطولة، ولكن في ذهاب ربع النهائي وعكس كل التوقعات بيخسر 4-0 من كايزر تشيفز. جوميز ما بيستسلمش، وفي العودة بيقدم سيمبا مباراة عظيمة سدد فيها أكتر من 30 تصويبة وقدر يكسب 3-0، ولكن النتيجة ما كانتش كافية. بيخرج، ولكن المؤشرات كانت مبشرة، وكالعادة خد الدوري والكاس في تنزانيا. أما في موسمنا الحالي حصل اللي ما كانش متوقع أكتر. في الدور التمهيدي لدوري الأبطال بيكسب جالاكسي البوتسواني بره أرضه 2-0، ولكن في صدمة أكبر بكتير
جالاكسي بيقلب النتيجة في تنزانيا وبيكسب 3-1 عشان يصعد بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين. الخروج كتب نهاية رحلة جامز مع سيمبا في أكتوبر 2021، ووفقاً لماجد لبدة محلل الأداء المصري اللي اشتغل مع جامز، المباراة دي ما كانتش السبب الوحيد، بل تجميع لكل أسباب نهاية التجربة. الفريق كان بدأ يفك منه، ومشي كذا لاعب مهم وما بقتش عاجبه اللعيبة الموجودة، غير أنه بدأ يدخل في مشاكل مع باريرا جونزاليس الرئيس التنفيذي للنادي. من ضمن اللعيبة اللي مشيوا كان لويز ميكيسيون صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي ولاعب الأهلي الحالي، والمدرب بعد رحيله أشاد بقدراته البدنية والتزامه التكتيكي وتوقع له النجاح مع الشياطين الحمر. انتهت رحلة جامز مع سيمبا، بس كالعادة كانت بداية رحلة جديدة، المرة دي مع موريتانيا. في 17 نوفمبر وقبل انطلاق كأس العرب ب 13 يوم بس، بيستلم الفرنسي مهمته الجديدة وبيبدأها بخسارة ثقيلة قدام تونس بنتيجة 5-1. بعدها بيقدم مباراة مميزة قدام منتخب الإمارات وبيخسر في الثواني الأخيرة، وأخيراً بيكتب تاريخ في موريتانيا، أول انتصار في كأس العرب اللي اتحقق على حساب منتخب سوريا. خرج منتخب موريتانيا من كأس العرب لكنه ما كانش مجرد ضيف شرف، منتخب طموح بيتطور في السنين الأخيرة خطوة ورا خطوة، ومع جامز هيخوض التحدي الأكبر في كأس الأمم الإفريقية اللي بيشارك فيها لتاني مرة في تاريخه، وحيحاول يعدي دور المجموعات للمرة الأولى. موريتانيا في المجموعة السادسة مع تونس ومالي وجامبيا، وإن كان تحقيق الصدارة صعب عملياً في وجود تونس، إلا إن فرص التأهل موجودة. والجميل إن طموح جامز مش مجرد الظهور المشرف، ده عايز ينافس على أمم إفريقيا ويوصل كأس العالم 2026، وعشان كده طلب يمسك المنتخب في كأس العرب رغم ضيق الوقت عشان يقدر يحضر من خلاله لكأس الأمم. فهل هيقدر جامز يفاجئ الكل ويكتب سطر جديد في تاريخ الكرة الموريتانية؟ الإجابة هتكون في الكاميرون.